السلام عليكم. عليكم السلام. إلهام. نعم. من ربك؟ الله. أين الله؟ في السماء. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من أبوه؟ عبد الله. ومن أمه؟ أمينة بنت وهب. ومن مرضعته؟ حليمة السعدية. من زوجته؟ خديجة بنت خويلد. أين ولد الرسول؟ في مكة. وإلى أين هاجر الرسول؟ إلى المدينة. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما هو دينك؟ الإسلام. ما هو كتاب المسلمين؟ القرآن. ما هو القرآن؟ كلام الله. بماذا لقب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالصادق الأمين. من عدوك؟ الشيطان. جزاك الله خيرا يا ابنتي. الله يجزاك بخير. يلا. إذا أعجبتك فانشرها، وإذا لم تعجبك فمر كأنك لم ترى شيئا. تنشر الأغاني وتستحي من نشر القرآن. يا رب من يرسلها وارزقه من حيث لا يحتسب.